مبسوط ان انت خجلت واتبهدلت وانبعصت، وان شاء الله تكون مبسوط بهالخزوج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك يا بلادي. طبعا ده كان تعليق من التعليقات اللي موجودة على القناة امبارح، وهو بيشمت فيه، ويمكن المنطق بيقول ان انا المفروض ازعل من ده، تحديدا من كلمة انبعصت. انا حاسس ان هي كلمة مش كويسة يعني، ولكن بغض النظر عن التعليق، وانا خافي اسم صاحب التعليق احتراما لشخصه يعني، انا مبسوط جدا جدا من التعليق ده. ليه؟ لاني واضح ان هو الحمد لله والشكر لله بيعتبرني واحد من ابناء سوريا، وبيعتبرني واحد من ابناء كرة القدم السورية، وده حقيقي. انا لاني بتابع اخبار كرة القدم السورية اكتر من اي حد ممكن تتخيلوه، عشان كده انا امبارح كنت حزين جدا جدا بعد مباراة المنتخب السوري مع المنتخب الاسترالي. امبارح بعد انتهاء مباراة سوريا واستراليا، ناس كتيرة جدا جدا ارسلت لي تعليقات على القناة وقالت لي انت ما كنتش موفق في حلقة النهاردة، وده وارد يعني، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، ولكن تعالوا كده مبدئيا نتفق على امور معينة انا قلتها امبارح والله، ولكن النهاردة هبروزها معاكم اكتر. اولا، وصول المنتخب السوري الاولمبي للدور الربع نهائي انجاز في حد ذاته، انجاز رائع. الجيل الحالي من المنتخب السوري الاولمبي جيل قوي جدا جدا لم تشهده كرة القدم السورية، يكاد يكون هو الجيل الاقوى الى الان في المنتخب السوري الاولمبي. رقم 2، المنتخب السوري الاولمبي امبارح ادى ما عليه وزيادة، عمل اللي عليه واكتر، اللاعبين لم يقصروا البتة، والكيان الاداري لم يقصر البتة. لم يكن هناك اي تقصير من اي نوع، ولكن انا كنت حزين وحزني وصل الى درجة البكاء. يمكن لسه من شوية كنت بشوف حلقة الاستاذ الكبير الاستاذ لطفي الاسطواني، وفي اخر الفيديو دايما هو كده بيعمل حركة معينة بالمونتاج ان هو بيعيد بعض من اللقطات بصدى الصوت. شفت التقرير بتاع مباراة سوريا واستراليا ولم اتملك نفسي من البكاء، ولكن هي كرة القدم. طيب انت لحد دلوقتي بتتكلم عن فيديو مبارح، طب فين العنوان بتاع الفيديو؟ كادر فني جديد واجنبي للمنتخب السوري الاولمبي. هل الكلام ده حقيقي؟ الكلام ده حقيقي 100%، والايام المقبله باذن الله ان شاء الله ستشهد تغييرا كاملا للكادر الفني بالكامل للمنتخب السوري الاولمبي. وشويه كده وهدي لكم تفاصيل لاول مره تسمعوها في اي قناه تهتم بكره القدم السوريه. اللي زعلني جدا جدا من مباراه امس اننا كنا قريبين من الفوز، كنا قريبين قوي قوي. المنتخب السوري الاولمبي امبارح كان افضل من المنتخب الاسترالي، يمكن احنا مسكنا الكرة حوالي 25 ل30 دقيقة في الشوط الثاني. قدم المنتخب السوري الأولمبي امبارح شوط ثاني يعني كما ينبغي على أعلى مستوى، ولكن الإشكالية الأكبر إنه ما كانش فيه إجوان. كمان أنا كنت زعلان لأني امبارح المنتخب السوري الأولمبي لأول مرة نلاقيه بيناطح المنتخب الأسترالي وبيعمل مجهود والند بالند، وفي بعض الأحيان كان بيتفوق عليه هجوميا ودفاعيا كمان. وكمان للأمانة الكابتن أيمن الحكيم امبارح عمل أقصى مجهود عنده وعمل كل شيء إلا شيء واحد فقط، وهو الأهداف. الأهداف هي لغة كرة القدم الوحيدة. ربنا عز وجل ما أردش أن أنا أنام كمان زعلان، لأني النوم على زعل وحش جدا جدا. فالحمد لله بعد انتهاء المباراة وبعد ما نشرت لكم الحلقة، عمر السومة امبارح والحمد لله والشكر لله قدم أداء رائعا مع النادي الأهلي السعودي في مباراة مهمة جدا جدا بكأس الملك، كأس الملك سلمان، وتلك المباراة كانت مع نادي الوحدة السعودي، وانتهت المباراة والحمد لله بفوز النادي الأهلي السعودي بهدفين مقابل هدف لنادي الوحدة. سجل للنادي الأهلي السعودي عمر السومة من ركلة جزاء في الدقيقة 26، وسجل أيضا ماركو مارين اللاعب الجديد وصانع الألعاب الجديد في الدقيقة 68 أيضا، وسجل أيضا لنادي الوحدة في بداية المباراة في الدقيقة 8 عبد الله الزوري. مبروك عمر السومة على الأداء امبارح في بطولة كأس الملك، وإن شاء الله بإذن الله الجايات هتكون أفضل بإذن الله سواء في الدوري أو في كأس الملك. وبعد انتهاء المباراة فورا كان هناك عدد من التصريحات الكثيرة جدا جدا لمشاهير كرة القدم السورية ولمشاهير الإعلام السوري الشباب تحديدا، واللي أنا دايما بتابعهم. ويمكن كان أبرز التصريحات امبارح تصريحات السيد حاتم الغايب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، والتي كانت للأمانة عقلانية جدا جدا، وإليكم أهم تلك التصريحات. قال السيد حاتم الغايب: كتقييم لأداء المنتخب السوري الأولمبي اليوم، هي أفضل مباراة يلعبها المنتخب من أول البطولة، تحديدا الشوطين الأصليين
الأصليين، ولكن الشوطين الإضافيين المدرب الأسترالي كان أذكى، حتى تبديلاته كانت أفضل وتعامل مع المباراة باحترافية وتكنيك عالي. من أول البطولة كان مستوى المنتخب السوري الأولمبي سيء جدا ما عدا هذه المباراة أمام أستراليا. يزن عرابي ومحمد البري وسيمون أمين ومحمد كامل كوايا جعلوا شكل الفريق أفضل أمس. يشكر الكابتن أيمن الحكيم والفريق على أدائه، وسيكون لنا وقفة لتقييم المنتخب أداء ونتيجة. ما شفناش إيشي عمل للكادر الفني للمنتخب السوري في الكرات العالية في أول الشوط الإضافي الأول من قبل المنتخب الأسترالي. اللاعب الأسترالي أقوى وأفضل بدنيا من اللاعب السوري. الكابتن أيمن الحكيم كان يلعب على الوصول لركلات الجزاء، وكان يسكر الملعب أو يغلق الملعب يعني، وهو اجتهد ولكن أخطأ بهذه النقطة. كل المنتخبات الوطنية والكوادر سيكون هناك تقييم لها سواء الأول أو الأولمبي، وده هو اللي أنا جاي أتكلم معاكم فيه النهاردة بإذن الله، وعندي تصريحات حصرية. أيضا اللاعب السوري الذي يلعب الآن في نادي ويلغنتون بالدوري النيوزيلندي اللاعب أحمد عثمان، وهو كان مقدرا أن يكون مع المنتخب الأولمبي، ولكن لأسباب إدارية وأسباب خاصة بإنهاء الأوراق وجواز السفر لم يشارك مع المنتخب الأولمبي. كان له تصريحات مطولة، ولكن أهم تلك النقاط: المنتخب الأسترالي ليس الفريق القوي بكثير، بس أسلوب لعبنا وإعطاء المساحة والوقت وطريقة الدفاع القريب كتير على الجول تبعك أعطت فرصة إنك تتقبل أهداف كتير، لأنه صعب كتير تدافع لمدة طويلة كتير بملعبك وبعدين تقدر تهاجم بأكتر من لاعب أو ثلاثة. لذلك إنك ما تقبل غير هدف وكمان بالأشواط الإضافية، فهيدا الشيء إنجاز كبير. الشغلة الإيجابية اللي حابب أقولها إنه تأهلنا لهون والهيك، ومبروك عهيدا الشيء للاعبين. طبعا بعتذر إذا كنت أنا بنطق الكلام باللهجة السورية، لأني أحمد عثمان طبعا هو لغته الأساسية ولهجته الأساسية اللهجة السورية بكل تأكيد. هدول اللاعبين فيهم يقدموا شيء كبير، لاعبين يمتلكوا روح عالية كتير وجهود فردية كتير، لاعبين بالعالم ما بيمتلكوا تلك الروح. وأيضا الإعلامي السوري الذي يعمل في قناة بين سبورتس القطرية الأستاذ المحترم وائل البزرة كان له العديد من التصريحات، أبرزها: في المباراة الأفضل لنا خسرنا وخرجنا، منتخبنا لم يكن خجولا كعادته أمام خصم قوي ولم يجازف تاركا الخطوط الخلفية فارغة. نقطة الضعف الوحيدة اليوم هي الشلحة، هادي منذ الموسم الماضي نسى كيف يلعب الكرة، ولا أعرف ما الذي جرى له حتى يصبح سيئا لهذا الحد. لست مدافعا عن أحد ولم أطالب أحد بأن يوافقني الرأي، ولكن يعجبني تعامل الحكيم مع منتخباتنا الجود بالموجود على طريقته. وإذا ما أردنا استحداث نهج جديد لن يكون البدء من المنتخب الأول أو الأولمبي، بل من هناك من قواعد تتعلم ألف باء الكرة، بل من قواعد تتعلم ألف باء الكرة. أنا بعيدها تاني لأن هي دي النقطة بتاعة النهاردة. بعد انتهاء مباراة المنتخب السوري الأولمبي مع منتخب أستراليا، وبعد الأداء اللي كنا نتمنى أن يكون فيه أفضل منه، وبعد اتباع الكابتن أيمن الحكيم نفس المنهج في الدفاع المستمر والمحاولة للوصول إلى ركلات الجزاء، هناك أنباء شبه مؤكدة من داخل الاتحاد السوري لكرة القدم ومن مصدر موثوق أن هناك نية قريبة جدا جدا لأن يكون هناك كيانا تدريبيا شاملا وكاملا للمنتخب السوري الأولمبي لكرة القدم. سيتم تغيير كل الطاقم التدريبي بما فيهم طبعا الكابتن أيمن الحكيم، له مني كل التقدير والاحترام. طاقم التدريب كله هيكون أجنبي بالكامل، كل المدربين وكل المساعد هيكون كامل، حتى مدرب حراس المرمى، حتى مدرب اللياقة، حتى المعالج الفيزيائي، طاقم أجنبي بالكامل. والهدف من هذا هو إعادة هيكلة قواعد كرة القدم السورية، وسيحظى هذا الجهاز بإذن الله إن شاء الله واللي هيتعين قريبا بدعم لا محدود من قبل الاتحاد السوري لكرة القدم بقيادة السيد حاتم الغايب الرئيس الجديد للاتحاد السوري لكرة القدم أيضا. وكل هذا سيكون تحت فكرة أو تحت بند الخطة طويلة المدى، يعني لن نجني ثمار تلك الفكرة وذلك الجهاز التدريبي الجديد يعني بعد شهر أو بعد شهرين أو كده، ولكن سنجني نتيجة هذا الجهاز الفني بإذن الله إن شاء الله. أكرر وأعيد: الأجنبي بالكامل بعد أكثر من 3 سنين من الآن. والمفاجأة الأخيرة أن هذا الجهاز الفني والإداري والتدريبي ومدرب حراس المرمى الأجنبي بالكامل لن يكون فقط للمنتخب السوري الأولمبي، ولكن سيكون للبراعم وللأشبال ولمنتخب الناشئين السوري ولمنتخب الشباب السوري وللمنتخب الأولمبي أيضا السوري. يعني هيكون هناك جهاز فني كامل مكتمل يرعى كل تلك الفئات العمرية المختلفة فيما عدا المنتخب السوري الأول للرجال. وبالمناسبة الموقف الأخير للكابتن فجر إبراهيم وللكابتن عبد
القادر كيرديغلي بشأن المنتخب السوري الأول للرجال أنه تم إرجاء التفكير والبت في الأمر بخصوص عقد الكابتن فجري إبراهيم. إلى الآن الكابتن فجري إبراهيم ما ردش هل هو راضي بعقد الست شهور ولا لا، والكابتن عبد القادر كيرديغلي قرر أنه يتروى قليلا عشان الأمر ده طبعا مهم، وعشان المنتخب السوري الأول للرجال هو يعني أهم ملف في كرة القدم السورية. ونذهب معكم لفقرة الرد على بعض من تعليقاتكم الكريمة، والتعليق الأول من حساب يحمل اسم خطيب: نحن نرى أكثر من المتوقع، لكن أنت أخي ممكن أن ترى سيء لأننا تعودنا على كلمة هارد لك. والله يا أخي الغالي أختلف معاك نسبيا، أنا شايف أن أداء المنتخب السوري الأولمبي امبارح ما كانش مستوى عالي، لأن إحنا كنا قريبين يا أخي الغالي، إحنا كنا قريبين جدا، إحنا قدرنا أن إحنا نلعب مع أستراليا ونعمل مباراة قوية، كان فاضل لنا فقط التهديف. يعني عبد الرحمن بركات ما ظهرش غير في كورة أو اتنين داخل المباراة كلها وداخل الأربع أشواط، وده أمر محير جدا جدا وأمر مؤلم جدا جدا. وتعليق آخر من حساب يحمل اسم محمد الحلبي: أنا أول مرة تحكي كلام منطقي أخي وبدون مجاملات وخيالات وأحلام، وكلامك عجبني وأحلى لايك. أشكرك أخي الغالي، يمكن امبارح كان كلامي واقعي ودون تزويق ودون تجميل، والسبب أننا خرجنا، السبب أن المنتخب السوري للأسف كان قريب من الفوز ولكنه للأسف يعني خرج بهذا الشكل المؤلم من مباراة كان يستحق أن هو يفوز فيها. وتعليق آخر من حساب يحمل اسم عصام ديب ديب: نطالب من الاتحاد أن يجنسوا اثنين من اللاعبين من أي جنسية يكونوا هدفين ويعرفوا طريق المرمى. كلامك رائع وهدفك نبيل، ولكن الطريقة أختلف معك بيها. عبد الرحمن بركات من أهم المهاجمين في سوريا. علاء الدين الدالي اللي ما شاركش امبارح للأسف بسبب تعرضه لبطاقة حمراء في مباراة السعودية من أكبر اللاعبين، ولكن نحتاج لأن يكون هناك خطة، لأن يكون هناك تكتيك، لأن يكون هناك جملة هجومية واضحة. يعني أنت لو كنت بتفكر تلعب امبارح على الهجمة المرتدة طب كنت اعملها بشكل كويس، ولكن للأسف لم نرى للمنتخب السوري الأولمبي أمس أي أداء هجومي يذكر. وتعليق آخر من حساب يحمل اسم فواز الموسى: أخي كلنا زعلنا على الأداء بس ما شفنا تقصير بالملعب قدام أستراليا والحكيم من أفضل مدربين العرب. أتفق معك يا أخي الغالي، يعني أنا ما عنديش أي تعقيب على كلامك، ليس هناك تقصير ولا من اللاعبين ولا من الكيان الفني ولا من الكيان الإداري ولا من الكابتن أيمن الحكيم. وتعليق آخر من حساب يحمل اسم زاهر السجيد: محتاجين إلى بناء منظومة كروية حديثة من الألف إلى الياء، ولازم نتخلص من ثقافة خسارة بطعم الفوز ثقافة الهزيمة. بالضبط، أتفق معك يا أخي الغالي، نحن للأسف كنا قريبين من الفوز وكنا بنناطح منتخب أستراليا الند بالند، وكنا أوشكنا أن احنا نكسب. الهدف اللي جي من المنتخب الأسترالي ده جي في الدقيقة 103، يعني احنا 102 دقيقة بنلعب بأداء عالي جدا جدا، أداء دفاعي بشكل كبير، كنا نحتاج لهدف وحيد كان ممكن ينهي المباراة ويخلي المنتخب السوري الأولمبي يتأهل بعد كده للأدوار اللي بعد كده والدور النصف النهائي. هارد لك للمنتخب السوري، ولا أخفيكم سرا أنا حزين جدا جدا ومحبط جدا جدا، وأنا يعني مش مضطر أن أنا أخبي الشيء ده، ولكن أنا عشمي في الله عز وجل وفي الأيام المقبلة بإذن الله إن شاء الله أن احنا نتلافى تلك الأخطاء، وأن احنا نرى بإذن الله إن شاء الله وصول للمنتخب السوري الأولمبي أو للمنتخب السوري الأول للرجال، اللي بالمناسبة برضو منتخب سوريا الأول للرجال عنده فرصة ما بتتكررش كتير، فرصة أن أنت تفوز في 5 مباريات ورا بعض، وإن شاء الله بإذن الله هتفوز على المالديف وعلى غوام وعلى الصين، وبعد كده هتطلع في المجموعات اللي بعد كده هتقابل اليابان واحتمال تقابل أستراليا. بالمناسبة منتخب أستراليا للرجال بيدربوا نفس مدرب منتخب أستراليا الأولمبي، هو مدرب مشترك، فأتمنى إن إحنا ما نقابلش كمان أستراليا مرة أخرى وللأسف نخسر، وما بنخسرش لأن إحنا أضعف، بنخسر لأن إحنا بننسى إن إحنا نجيب جوان. في نهاية الفيديو أشكركم جدا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.